عندنا سائل من خارج هذه البلد يقول: عندنا في بلدنا من يقول إن الولي يقسم الأمطار. يقول عندنا في بلدنا من يقول إن الولي يقسم ويوزع الأمطار بين الناس. يوزع؟ نعم. يوزع الأمطار. الأمطار؟ نعم. هذا شرك أكبر، هذا شرك في الربوبية. ما يوزع الأمطار إلا الله جل وعلا، هو الذي ينزله على أحد ويمنعه عن أحد. قد يمر السحاب محمل بالماء ولا ينزل منه ولا قطرة، ثم إذا تجاوز إلى مكان آخر أنزل الله منه المطر. هو الذي يسوقه، هو الذي هو الرحمن سبحانه وتعالى، ينزله على قوم ويحجبه عن قوم. قدرة الله عز وجل، هذا على قدرة الله، وعلى أن السحاب مسير من عند الله عز وجل، يؤمر فيمطر ويؤمر فيمسك، معه الملك من الملائكة ميكائيل موكل بالقطر والنبات، يأمره بأمر الله فيمطر، يأمره أن يمسك فيمسك. نعم.